إذا أول مشكلة في الباور فاكتور. الباور فاكتور اللو باور فاكتور إذا ما حطيت اللو باور فاكتور كوركشن رح يصير الكرنت اللي بسحبه من شركة الكهرباء أعلى من الكرنت اللي كان ممكن أسحبه لو إني التزمت بباور فاكتور جيد. كل ما نزل الباور فاكتور رح يصير أضطر الكرنت يصير أكبر. هيو طلع كل ما الباور فاكتور صار أكبر يعني زادت هاي الزاوية حتى أحقق نفس الباور بدي هذا يكون طوله أطول مزبوط، وهذا لما يصير طوله أطول بتزيد قيمة الكرنت اللي جاي من الشركة، فبزيد عندي الكرنت، فالكرنت اللي بمر من الترانسميشن لاين من الشركة لعندي راح تزيد قيمته. لازم ينضرب هذا في مقاومة السلك ترانسميشن لاين من هون، فصار هذا لص، وهذا لص على شركة الكهرباء مش عليه. إذا هاي أول مشكلة. تمام، المشكلة الثانية كنت بدي أسأل سؤال. هلا يعني هلا الكرنت على الريل بارت هو اللي جت بيعمل الشغل. تمام، الكرنت على الريل بارت هو اللي بيعمل ديليفري لبين، مزبوط. مين اللي استفاد منه؟ الكاستمر في النهايه، وعمل ريل باور في عنده في البيت او في المصنع، هاد ولا هاد؟ الريل بارت. فالريل بارت هو اللي عمل ديليفري للباور، لكن شو الكرنت اللي فعلي اللي ماشي في الترانسميشن لاين؟ هاد ولا الكبير؟ الكبير. وهذا الكبير مش مار هون، وراح يصير في فولتج دروب على ار، راح يصير في فولتج دروب على ال كمان. ها تذكر انه هون عندي ال، وهي راح تسبب فولتج دروب على ال. ما في لوس بس بيصير في فولتج دروب. في فرق بين ما بقول انه في عندي فولتج دروب او في عندي لوس. وين اللوس هون؟ يصير بس في ار. الباور لوس بس في ار، لكن في فولتج دروب على ار وعلى على ال. مين الكومبوننت الكرنت اللي انا فادني واستفدت منه ووصل لي لود وحاسبتني عليه شركه كهرباء في نهايه الشهر؟ الريل. اذا انا ممكن شو اعمل؟ ممكن الغي هذا كله، مش هيك؟ الغي هذا كله والكرنت يصير بس هذا، مش هيك؟ قديش بكون الباور فاكتور لو لقيت هذا كله صار زيرو؟ واحد. اوكي؟ اذا كان كله على الريل بارت هلا ككرنت، مش احنا هون نحكي مار 200 امب؟ نعم. 200 امب يعني هذا. طبعا اذا كان كله على الريل بارت ممكن يجي كيف يكون 150؟ مش المفروض يقل؟ الكرنت؟ اذا ايش؟ اذا حسيت اذا عملت باور فاكتور كوركشن واحد. طبعا 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 بس انا عمالي بقارن بالحاله اللي فيش باور فاكتور كوركشن. قبل ما انت تعمل باور فاكتور كوركشن قديش كانت قيمه الكرنت؟ هي مزبوط؟ هلا مزبوط انت استفدت من هذا الجزء، بس الكرنت اللي جاك من شركه الكهرباء قديش قيمته؟ مزبوط؟ تمام. اللي جاك هون وانت هذا ما استفدت منه اللي مر في الريزستر، مش مشكلتك ولا اثر عليك. تمام؟ فشركه الكهرباء شو بتقول لك؟ انا ما بدي اياك تسحب هذا، قلل لي من هذا. بامكانك تقلل من هذا يوصل زيرو ويصير هذا يرجع هون. اوكي؟ تمام. بس هذا بدك تحط انت كبستر وتحسن منه. عمالك انت تلغي الكومبوننت الكوادرتشر كومبوننت او الايماجينري كومبوننت تبع هذا الكرنت بوضعك لكباستر. اذا اول مشكله كانت اللوسز في الترانسميشن لاين، اذا بروبلمز وذ باور فاكتور او بروبلمز وذ لو باور فاكتور. اول نقطه لما يكون الباور فاكتور لو وي نيد هاير كرنت، مش هيك؟ او ا لارجر كرنت. لوسز وفولتج دروب. هاي اول مشكلة. المشكلة الثانية، ايش المشكلة الثانية كمان؟ عم بسحب انا كرنت كبير. الكرنت هذا بده يمر. ايوه حمدك. ممكن يكون في هيت في السيستم. هو الهيت هي وبيجي من اللوسز اللي هون. المشكله الثانيه يمكن انه الامبير عالي فممكن يخرب بعض تمام بيعمل اوفر لودنج للسيستم. الترانسفورمر هلا هذا اللي انا مثلا كنت حاطه بحيث انه يحمل كرنت معين عم بيضطر عمال يحمل كرنت اكبر من الكرنت الاصلي اللي هو مهيئ له. ممكن السيركت بريكر تصير تفصل. اوكي؟ مش السيركت بريكر تطلع على الكرنت بتصير تفصل. اذا هون اوفر لودنج ذا سيستم.
ايش السيركت بريكر؟ سيركت بريكر سي بي. وات از السيركت بريكر؟ مش هو زي كومبوننت عشان زي سيفتي بتكون تشتغل هذا مر كرنت عالي تفصل السيركت. تمام. زين هي السيركت بريكر هي كونديشنال سويتش. السويتش هذا بيعمل بفتح اوتوماتيكيا بدون انا اتدخل فيه اذا زادت قيمه الكرنت عن قيمه معينه. طبعا السيركت بريكر نوعين، في ثيرمال وفي ماجنتيك. الثيرمال بيراكم الحراره، بتتراكم الحراره فيه، فبعد فتره زمنيه معينه من مرور كرنت بفصل. لكن ممكن كمان يكون ماجنتيك، اذا مر كرنت اكبر من قيمه معينه بدون مرور زمن بفصل. هذا بنسمي السيركت بريكر ثيرمال وماجنتيك. اذا طلعنا وقت بعدين سكروني بنحكيها بنشرح فيها. بس الماجنتيك زي اللي قواطع البيوت موجوده صح؟ كل اللي في البيوت اصلا فيهم ثيرمال وفيهم ماجنتيك. التنين لانه الشرطين مطلوبين.